عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفتي في هذه الفقرة الدكتورة نسرين البغدادي. دكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إحدى أهم اللجان اللي احنا محتاجين تخرج لنا مخرجات جديدة في ظل اللي بيحصل في الدنيا وظل اللي بيحصل في المجتمع للحفاظ على الأسرة وعلى الطفل وعلى المرأة وعلى الرجل أيضا. طبعا أهلا بحضرتك معايا. أهلا وسهلا يا فندم. كده أظن أنا مفيش خلاف بيني وبينك. لا خالص. صح؟ صالح صالحتك أهو. أيوه أيوه. تحت كم ملف عند حضرتك هتناقشيه في هذه اللجنة؟ أولا المقدمة اللي حضرتك قلتها في إطار الحفاظ على الأسرة وعلى كل أفراد الأسرة وإعلاء المصالح الفضلة للطفل، هو ده مبتغى هذه اللجنة. اللجنة تحافظ على التماسك المجتمعي. لو حضرتك هتشوف المسمى، بالمناسبة يعني أنا أول حاجة سألها لي المهندس خالد عبد العزيز معالي الوزير وهو رئيس المحور، أنت راضية عن هذا المسمى؟ قلت له الحقيقة أنا راضية جدا، لأن الأسرة هي أساس المجتمع طبعا، وهي اللي هتؤدي إلى تماسك المجتمع. ويمكن حضرتك أشرت برضو إشارة كده يعني في منتهى الذكاء أن ما تعانيه الأسرة اليوم هو ينعكس على المجتمع، ونعاني أيضا من مشكلات اجتماعية تكون فيها الأسرة الضلع الأكبر. الملفات التي سوف تناقشها يعني هذه اللجنة بتندرج تحت مرتكزات ثلاثة. المرتكز الأول الطلاق، مشكلات الطلاق وما بعده. المرتكز الثاني فيما يتعلق بالعنف الأسري. المرتكز الثالث وهو يعني متعلق بالجرائم الإلكترونية الحديثة. وده الحقيقة من منطلق ان حضرتك شفت على وسائل التواصل الاجتماعي وما يحدث ايضا من ربما يكون عمل خلل في الأسرة المصرية، وهناك جرائم تشويه السمعة وغيرها طبعا، والتحرش الإلكتروني وايضا الابتزاز الإلكتروني، كلها تحتاج إلى تشريعات لتنظيم هذه المسألة، لأن حضرتك عارف أن الفضاء كبير جدا ولا يوجد هناك من ينظم هذه المسألة. ولكن بس عشان السادة المشاهدين، الحوار الوطني ليس غرضه أن يصدر تشريعات، لا، ولكن توصيات بعد كده سيتولى الجهات أو المؤسسات سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب التشريع إذا أحال السيد الرئيس هذه القضايا إليهم، صح؟ هو من الممكن أن يكون هناك مقترح بتشريع، مقترح بتعديل بعض القوانين، مقترحات يتم التوافق عليها بين كافة القوى الوطنية، وبالتالي من الممكن أنها تحال أو حينما سترفع إلى فخامة رئيس الجمهورية ربما تحال إلى الجهات المعنية بصياغتها كقانون. دكتور نسرين، هنعمل ايه في المواجهة المستمرة الدائمة بين الرجل وبين المرأة؟ مفيش مواجهة. النساء، لا يا فندم معلش، احنا متابعينها على السوشيال ميديا، الرجال اللي عايزين يغيروا القانون بشكل معين في الرؤية، السيدات اللي بيقولوا لا كذا وكذا، في مواجهات انا نفسي عملت عليها حلقات كتير جدا، ما زال هناك حلقات مفقودة سواء فجوات في بعض التشريع أو فجوات في الاتفاق، هنعمل فيها إيه؟ يعني زي ما حصل في الحوار الوطني كده وتم التوافق على مبادئ عامة وهي إعلاء مصلحة الأسرة وجميع أفراد الأسرة ولا يغول أحد على أحد. المسألة الأخرى أن نعلي المصلحة الفضلى للطفل، هو المتضرر الوحيد من هذه المشاحنات والمواجهات يمكن حضرتك زي ما أطلقت عليها هو الطفل. بالظبط كده، لأنه هو اللي بيتضرر في النهاية، وده اللي بينتج لنا بعض المواطنين مستقبلا ما هماش غير متوافقين مع المجتمع،
وربما يكون بنولد يعني عندهم نوع من العنف تجاه المجتمع. وبالتالي إذا توافقنا على أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات، أعتقد أننا سوف نقلل هذه المساحة. من الخبراء اللي حضرتك كمقررة رأيتي لا أنا عايز أجيب الخبراء دول في الملفات دي، هل دعيتوا خبراء عزمتهم يجوا الحوار؟ بص حضرتك، هو من الاول خالص كان في ناس لما عرفت ان ده ان في حوار وطني والدعوه للحوار الوطني وهناك لجنه، هناك جمعيات نسائيه كثيره تقدمت بمقترحات. مفيش رجاليه؟ مفيش رجالي يعني؟ والله عايز اقول لحضرتك النبي دافع عننا بس يا دكتور. عايز اقول لحضرتك ان هناك بعض السيدات منحازات اكثر للرجال ممن يعني ما تقدرش حضرتك تتخيل، لكن فكره الانحياز لطرف على طرف اخر هو يضر بمصلحه الطفل، ولكن نحن نعلي المصلحه الخاصه بالطفل ونعلي التماسك المجتمعي. واذا كنا في المرتكز الثاني، خلينا ننتقل للمرتكز الثاني وهو متعلق بالعنف الاسري، وهناك بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع كمشكلة الإدمان ومشكلة الانتحار والتطرف، كلها مشكلات الحقيقة مهمة جدا يجب أن تناقش ويجب أن يؤخذ بالاعتبار العوامل التي تدفع ببعض الشباب إلى أن ينحو هذا المنحى، سواء كان بالإدمان أو بالانتحار أو التطرف، كلها نتيجة واحدة. طيب إحنا النهاردة هنخرج بمعطيات مختلفة بناء على تواجد فئات مجتمع كثيرة. نعم. أنا أعلم أن اللجان عند حضرتك فيها حضور للجمعيات أكثر من الأحزاب، ولا عندك برضو تواجد حزبي؟ الحوار الوطني بصفة عامة هو يعمل على إيجاد التوازن بين كافة القوى الوطنية. مش هتلاقي لجنة فيها حد على حساب حد، كل اللي طلب ان هو ينضم الى هذه اللجنة وقدم مقترحا سوف يناقش، سواء كانوا من يعني اساتذة الجامعات او من مراكز البحوث او من المتخصصين او من القانونيين او من مؤسسات رسمية او مؤسسات غير رسمية، سوف يكون هناك تواجد متنوع. دكتورة نسرين البودادي بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا وعلى هذا اللقاء. على فكرة واحنا شغالين في الحوار الوطني ورغم الكلمة التي وجهها الرئيس النهاردة، ولكن كان هناك ايضا انشطة هامة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءات هامة مع مجلس النواب الامريكي ووزير الدفاع اليمني. اسيب حضراتكم مع هذا التقرير ونعود لهذه التغطية الخاصة الحياة اليوم من الحوار الوطني الجلسة الاولى.